أهالي قرية تل الشور بريف حمص نفضوا غبار الإرهاب عن قريتهم واستعادوا حياتهم الطبيعية بفضل تكاتفهم يدا بيد مع جيشنا الباسل. مع كل إشراقة شمس يلوح في الأفق أمل جديد يبشر بأن الحياة مستمرة بالرغم من كل الظروف. هي أيام عاشوها مع الإرهاب، لكن إرادتهم القوية وعشقهم لأرض الوطن أحيت نبض الحياة في كل مكان من القرية، فما حصل تحول إلى أحاديث تروى في جلساتهم. هكذا كان الحال في قرية تل الشور بحمص. ولا خاص طالع بيوتنا خالص بنوم خاف، ولا خفنا بنوم، شو المسلم هذا كلهم تنتقب من برا هذول جايين، بده يهاجر الناس بس ولك ما طلع بنوم خالص يعني. أمان الحمد لله، ورجعوا البلد على المدرسة. يعني في أولاد ما كفوا الفصل الثاني رجعونا هلا عملوا لنا دورة تكميلية. الحمد لله فاتحين محلات وقاعدين كيفين. رايحين هلا على الارض نزرع ونفلح لانه الوضع صار بامان الحمد لله ولله الحمد. لما كان في مسلحين تركتوا الضيعه شيء؟ ما تركنا ولا غادرنا بيوتنا ولا بننجر ورا اناس جايين يخربوا هالبلد او نمشي وراهم. الحمد لله الوضع جيد جدا. الحمد لله بوجود الله والجيش العربي السوري هون. الحمد لله رب العالمين قاعدين والامان 100%. البلديه عندنا دوامنا نحن الحمد لله رب العالمين ممتاز من الساعه 8 دوامنا للساعه 3 نقوم خدمه المواطنين. كله امان، كله ما في شيء الحمد لله رب العالمين. يدا بيد الجيش والشعب لحمايه حمص وقراها كما كل ارض سوريه الحبيبه. ارادتهم كسرت جدران الخوف وكانت حافزهم الاكبر في الحياه، ربما احبطهم الرعب لكن الأمانة أبقاهم بفضل جيشنا الباسل. من قرية تل الشور بحمص لأخبار التلفزيون إيمان إبراهيم.